السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن موقف وعبرة، فهذه المواقف التي سوف نتحدث عنها أولا لابد أن نضع نحن أنفسنا جميعا في هذه المواقف لكي نقيس ما فعله هؤلاء الصحابة الكرام والسلف الصالح وما كنا سنفعله نحن بثقة ويقين وبصراحة بيننا وبين أنفسنا. اليوم معنا موقف عظيم هو مع من؟ هو مع سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، حفيد الفاروق عمر وابن عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة رضي الله عنهما. هذا الموقف أقسم بالله من أجل المواقف التي سوف تسمعها في حياتك الدنيا. ثقة بالله، يقين بالله، حسن ظن بالله، منتهى الروعة. سالم يجلس في أشرف بقعة في بيت الله الحرام، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام. فيدخل عليه أمير المؤمنين في ذلك الزمان، فرأى سالم فأعجبه منظر سالم وهيئة سالم وهيبة سالم، فقال من هذا الرجل؟ خلي بالك، حط نفسك وأنا أحط نفسي مكان سالم. يدخل عليك محافظ، يدخل عليك وزير من الوزراء، يدخل عليك رئيس الجمهورية. جالس في أشرف بقعة مسجد الله الحرام ويدخل عليه أمير المؤمنين ويعجب به، ثم يقول له يا سالم ألك حاجة؟ نفسك في يا سالم؟ حط نفسك مكان سالم. نفسك في يا سالم؟ فنظر إليه سالم نظرة الواثق بربه، قال جزاك الله عني خيرا يا أمير المؤمنين، ولكني والله أستحيي أن أسأل غير الله وأنا في بيت الله. الله، أسأل غير الله وأنا في بيت الله، والله إني لأستحيي من الله. فانتظره أمير المؤمنين خارج بيت الله الحرام يختبره، فخرج سالم فقال له أمير المؤمنين يا سالم ها نحن قد خرجنا خارج بيت الله الحرام وانقطعت حجتك، ألك حاجة؟ قال يا أمير المؤمنين، من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال لا يا سالم، بل من حاجات الدنيا، فلا يملك حاجات الآخرة إلا الله. فقال له سالم جزاك الله عني خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله إني لم أسأل الدنيا ممن يملكها هو الله، فكيف أسألك أنت وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. قمة الثقة واليقين بالرحمن الرحيم الذي يملك كل شيء هو الله، والذي يعطيك كل شيء هو الله، فلا تعلق قلبك إلا بالله جل وعلا. ونلتقي في مواقف أخرى بإذن الله جل وعلا، وحبكم في الله، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.